دنيا باطمة فقرة ديال الفاصفاس. مستعدة دنيا؟ عسر الله. دنيا في نظرك شكون هي أحسن مجموعة غنائية دازت في المغرب؟ واش نغيوان، المشاهب، جيل جلالة، ولا تقدى؟ دابا المشكلة كل فرقة فيها شي حد من عائلتي. عرفت شد الصداع؟ مفرقين مفرقين. المجموعات كلهم عندهم تاريخ، كلهم معروفين على صعيد المغرب، يعني من شحال هذا أغانيهم تبارك الله. يعني قالوا اللعبة أنك تختاري واحد ولا الهريسة. ما يمكنش كلهم تاريخ، هادو هما التراث ديال المغرب، ما نقدرش نميز واحد على واحد. كل واحد عنده باش كيتميز، كل واحد عنده أغانيه اللي كتعجب جمهوره، كلهم تاريخ يعني كنحترمهم كلهم، ما نقدر نقول لك حتى واحد. وفيهم اللي مات الله يرحمه، يعني اللي مات الله يرحمه كنقول ليه الله يوسع عليك، واللي باقي في الحياة كنقول ليه الله يطول في عمرك. وغنى كل هريسة. كي دايرة؟ لاباس عليها. مالحة. سمعتي ربعة ديال المقاطع ديال مغنيين معروفين في الساحة الفنية وكلهم تبارك الله متألقين، في نظرك في هاد الأغاني ما بين كاينة ولا ما كايناش ديال أحمد شوقي، مزيان واعر، دنيا باطمة، دوزي اللي غنى الدوني البلادي، ولا أسماء المنور درتي لي الطيارة، في نظرك في هاد الأغاني، في نظرك أنت شنو الأغنية اللي حققت نجاح وانتشار أكبر؟ كون عاجبتي معاك شي نص فيه الطون. كلهم واعرين، كلهم كل وحده لقات نجاح ديالها. فنان أسماء المنور يعني هي كبر منا كاملين، لا في التاريخ الفني او يعني تبارك الله ما شاء الله، يعني اسمها غالب على اي اغنيه ديالها. دوزي كذلك، احمد شوقي، دونك انا كنحترمهم كاملين، واغانيهم فعلا ضربوا كاملين، اغنيتي حتى هي ضربات ونجحات، فغنى كل هريسة. دنيا غادي نعطيك اسماء ديال مغنيين رواد، وغتقول لي شكون في هاد الرواد اللي غنذكر لك اللي كان كيضربك اكثر. واش حياة الإدريسي، نعيمة سميح، محمود الإدريسي، ولا عبد الوهاب الدكالي؟ قلت لك جيب خبز الطون. اليوم عطيتيني أهرام ديال المغرب، عطيتيني ملي كنبغيو نقولوا أنا مغربية كنقول واش كتعرف الأغنية ديال الفنانة نعيمة سميح، أو كتعرف ناس الغيوان، أو كتعرف أنتي. كلهم كان راه حنا ملي تنمشيو للبرامج الهوات راه كنغنيو أغانيهم، راه كنستعينوا بالتقنيات ديالهم. هذا ما يمكنش جاوب. ما يمكنش. لا هريسة الدراري. آخر سؤال في هذه الفقرة، وكنعتقد أنه سؤال صعيب شوية. مستعدة؟ مستعدة. شكون في هذه الفنانات اللي كتعتقدي بينك وبين نفسك أن صوتها أحسن من صوتك؟ واش أسماء المنور، هدى سعد، جنات مهيد، نجاة رجمي؟
صوتها احسن من صوتي. انا ما غاديش نتكلم على شكون صوتها احسن من الاخرى، لانه كل وحده عندها لون كتميز فيه، اصواتهم كاملين واعرين، ولكن غنحترم اللي اكثر منا في يعني بدات هي شفناها في برامج الهوات، هي الفنانه اسماء النوار. ثقات على دنيا بطمه.